من بعد ما وصف البوليزاريو بالبهائم وغضبوا عليه الكابرانات، يرجع الصحفي المثير للجدل حفيظ الدراجي وكيحاول يكفر على الخطأ ديالو. إذن بعد ما انتشر التسجيل الصوتي ديالو وصف فيه البوليزاريو بالبهائم، حفيظ الدراجي كيسارع محاولة التكفير على الخطأ ديالو تنفيذا الأوامر شنقريحة والكابرانات. الدراجي تدوينة شرع على الصفحة ديالو في الفيسبوك بين فيها أو كتشم فيها الريحة ديال النفاق والتملق. كتب فيها كيقول: بعد نجاح المباراة التاريخية التأسيسية الأولى في الجزائر، رغم أن كل شيء في الجزائر يعني تيندو في المنتخب مجموعة مرتزقة، يعني كل شيء عنده في الجزائر، مو قال لك مباراته التاريخية والتأسيسية. كيضيف حفيظ الدراجي قال لك: منتخب الصحراء الغربية يتلقى دعوات خمس اتحادات افريقية ودعوة اسيا واخرى من امريكا الجنوبية لاجراء مباريات دولية ودية مع اندية ومنتخبات. طبعا هذه الاتحادات معروفة، واكيد ان الكابرانات هم اللي غادي يتكلفوا مصاريف ديال المباريات والسفر على ظهر الشعب الجزائري. قال ان الاتحاد الصحراوي لكرة القدم يتأهب من جهته لتقديم طلب الانخراط في الهيئات القارية والدولية. وزيد لك معه. ولكن بعد التدوينة تلقى حفيظ الدراجي يعني سخرية عارمة من أغلب المتتبعين، حيث قالوا لي: تروج منتخب الصحراء وكأنه منتخب عنده قاع وباع في الكرة العالمية ولا حتى الإفريقية، وكيتسألوا يعني كتروج منتخب ومنتخب ديالك شنو، خصوصا ان المنتخب ديالك يعني في الكره الجزائريه كدوز من ازمه نتائج على مستوى جميع الفئات والمنتخبات. وكاين اللي تسالوا على السبب ديال عدم ذكر الاتحادات اللي طلبت دير مباريات وديه مع الكيان الوهمي، خصوصا ان الاغلب ديالنا عارف شكون يعني عارف شكون هاد الاتحادات اللي غادي تبغي، يعني ماشي طلبات، يعني طالب من عند الاتحاد الجزائري لواحد اتحادات افريقية معروفة هذيك اللي موالية البوليزاريو، يعني هذيك عادي كتستافد، يعني اتصل به الجزائر قالوا دير لنا واحد المنتخب مع منتخب الصحراء الغربية نعطيك مليون دولار ولا 20 مليون دولار، صافي هذاك شنو غادي يدير؟ واخا مرحبا لعب معه، علاش ما نلعبش؟ والمضحك في الامر هو ان هذا الصحفي قبل ايام قليله وصف البوليزاريو بالبهايم، والان هذوك البهايم كيطبلوا ليه باش يعرفوا شنو كيسوا عن الكابرانات، يعني انهم بهايم او بغال او اي حيوان كتقضي به الغرض ديالك، يعني حاطينهم فقط المصالح ديالهم، ونهار اللي يساليو منهم غادي يرميهم بحال الكلاب ما يعقلوش عليهم. ولكن اللي ضحكني في هذا الشيء هو انهم زادوهم حلم جديد بعد الحلم ديال الاستقلال عن المغرب، الان داروا ليهم حلم جديد يتلهوا فيه وهو يديروا منتخب. نعم، إن احلام بعد العصر، خليهم يحلموا شي شويه، داروا لهم بعدا فاش يتلهوا.